السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما أتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل شيء. منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوعي السفر للخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، وكمان وفرنا خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا، يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوه كمان لجميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك، ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقيها موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. هي منحة دراسية ممولة بالكامل في دولة أمريكا، يبقى الدولة اللي موجود فيها المنحة دي هي أمريكا. الجهة المانحة هي جامعة ستانفورد، ستانفورد يونيفرسيتي، وهي من الجامعات القوية جدا الموجودة في أمريكا، أو من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وكمان شروط المنحة دي سهلة، أو شروط الجامعة دي سهلة في التقديم. الدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء شخص من دولة عربية، أفريقية، آسيوية، يقدر يقدم للمنحة دي. المنحة دي متاحة لدرجة الماجستير والدكتوراه، يعني لو أنت عايز تدرس درجة الماجستير أو الدكتوراه تقدر تقدم، لو عايز تدرس درجة البكالوريوس أو الليسانس غير متاح ليك عملية التقديم، تمام كده؟ طيب بالنسبة للتمويل بتاع المنحة دي، تمويل ممتاز صراحة. المنحة دي بتشمل رسوم الدراسة كاملة بالمجان، كل المصاريف الدراسية على حساب الجامعة، يعني انت مش هتدفع اي حاجة خالص لان مصاريف الدراسة في امريكا غالية، ولكن المنحة دي هتوفر لك الرسوم الدراسية بالمجان. كمان تذاكر الطيران من بلدك الى امريكا هتكون على حساب المنحة ذهاب وعودة، بالاضافة سكن جامعي ممتاز، هيكون ليك سكن مريح جدا داخل الجامعة، وكمان هتاخد راتب شهري عشان يغطي ليك مصاريفك الشخصية لو احتجت اي شيء هناك، يعني اثناء الدراسة تقدر تصرف من المرتب الشهري اللي معاك. كمان هيوفروا لك وجبات الطعام داخل السكن الجامعي، هتكون 3 وجبات يوميا. هيوفروا لك كمان مصاريف الكتب، بالاضافه كمان المساعده في حضور المؤتمرات والندوات الدوليه على حساب الجامعه، يعني مثلا لو في مؤتمر موجود في المانيا تبع التخصص بتاعك، الجامعه هتسفرك لالمانيا مثلا تحضر المؤتمر، وهتكون تكلفه الاقامه مثلا لمده المؤتمر وتكلفه حضور المؤتمر وكل ده هيبقى على حساب الجامعه، تمام كده. بالاضافه طبعا الجامعه بتشمل التامين الطبي، لو لا قدر الله حدث لك مرض او حادث هناك هتكون تكاليف العلاج على حساب الجامعه. بالنسبه للتخصصات المتاحه في المنحه دي، هي تخصصات كتير جدا، وهتلاقي هنا ان هي كليات وجواها بقى برانشز جوا الديبارتمنتس كلها، يعني على سبيل المثال مثلا هتلاقي مثلا كليه الهندسه، فهتلاقي جواها تفرعات الهندسه زي الهندسه الميكانيكيه، هندسه مدنيه، هندسة صناعية، كل ده هتلاقيه موجود جوه الفاكولتي دي، تمام؟ طيب وهنا بقى زي الساينس، انفيرومنتال ساينس، اديوكيشن، ميديسن، كمان الطب موجود، الحقوق موجود، كل الكليات دي موجودة داخل الجامعة. طيب بالنسبة بقى لشروط التقديم في المنحة دي، عشان تقدم في المنحة دي ركز جدا في الشرط ده، أن تكون متخرج بعد 2014 ليس قبل ذلك. يعني إيه؟ يعني لو أنت اتخرجت سنة 2014 من مرحلة البكالوريوس عشان تقدم للماجستير، أو مرحلة الماجستير لو عايز تقدم للدكتوراه، يجب ان انت تكون متخرج من 2014 فيما اعلى. يعني ايه؟ يعني لو متخرج من 2014 او 2015 16 17 19 20 تقدر تقدم في المنحة دي، لكن متخرج قبل 2014 ما تقدرش تقدم، يعني 2013 فيما أقل غير متاح ليهم التقديم، تمام كده؟ كمان من الحاجات المميزة في المنحة دي إن الطلاب في آخر سنة ماجستير أو دكتوراه متاح ليهم التقديم، يعني لو أنت في آخر سنة خلاص وهتخلص الدراسة سواء بكالوريوس أو ماجستير تقدر تقدم في المنحة دي. طيب الأوراق المطلوبة في المنحة دي هي أوراق بسيطة جدا سهلة مش معقدة. اول حاجه مطلوب منك كشف الدرجات، يجيب الترانسكريبت بكل المواد اللي انت درستها في اخر سنه دراسيه واخر مؤهل دراسي، السي في بتاعك، السيره الذاتيه، خطاب توصيه اونلاين، وكنا شرحنا يعني ايه خطاب توصيه اونلاين سابقا. بالاضافه كمان مطلوب منك شهاده اللغه الانجليزيه، شهاده اللغه الانجليزيه مطلوبه منك، ولكن في بعض الحالات يتم الاعفاء فيها من شهاده اللغه الانجليزيه. الحالات دي هي لو انك درست في دوله، يعني دولة انجليزية زي مثلا انجلترا، استراليا، انت معفي من شهادة اللغة،
لو انت نيتف في اللغه، لو انت بتتكلم اللغه الانجليزيه نيتف يعني من اهل الدوله مثلا من استراليا من بريطانيا معفي. وكمان الحاجه بقى الكويسه اللي هتكون يعني ممكن تكون متاحه عند بعض الناس في الدول العربيه، اذا درست مرحله سابقه باللغه الانجليزيه، يعني لو انت درست في الكليه بتاعتك باللغه الانجليزيه تقدر تقدم في المنحه دي بسهوله جدا، مش محتاج شهاده لغه. لو درست مثلا على الاقل كورس يعني او دبلومه فيها مجموعه مواد مثلا باللغه الانجليزيه، تقدر برضو تجيب شهاده تثبت كده انك درست المواد دي باللغه الانجليزيه، وتقدر تقدم عادي جدا من غير شهاده اللغه. تمام. طيب ايه هو اخر ميعاد للمنحه دي؟ اخر ميعاد للمنحه دي هو 14 اكتوبر 2020، وبدايه الدراسه في خريف 2021، يعني الدراسه هتبدا في 2021، فلسه قدامك وقت كبير جدا حتى كمان تكون الاوضاع اتحسنت، يعني الفرصه ممتازه جدا صراحه. طيب كيفيه التقديم في الفرصه دي؟ يتم ملء ابلكيشن التقديم اونلاين، في ابلكيشن تقديم هيتم ملئه اونلاين، ما فيهوش اي رسوم ولا اي شيء خالص. الابلكيشن فيه بس بعض الاشياء المطلوبه، مقالات وما الى ذلك، تملاها وكده تم التقديم. في ملاحظه هنا ان احنا كقناه منح من كل الالوان بنتيح عمليه التقديم لاي فرصه او منحه انت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي، ورابط استماره التواصل معنا للتقديم من خلالنا موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو، ولو عايز برضه تقدم بنفسك متاح من خلال اتباع شرح الفيديو. طيب هنا انا حاطط لكم لينكين، اول لينك ده هو قدم الان اللي فيه ابلكيشن التقديم، واللينك التاني هو الاعلان الرسمي للمنحه. تعالى كده نبص سريعا على الاعلان الرسمي، هتلاقي فيه كل التفاصيل، الاعلان الرسمي كل التفاصيل هتلاقي موجوده فيه. بيكلمك هنا عن اخر ميعاد للمنحه 14 اكتوبر 2020، ايه هي العوامل اللي بتنطبق على الاشخاص اللي لازم يتقدموا للمنحه دي، البروسيس بتاعت الابلكيشن هتكون ازاي، يعني انت ممكن تطلع على الحاجات دي كلها وتبص عليها سريعا كده. ده الاعلان الرسمي، انا بس هنا ترجمته لكم باللغه العربيه عشان يبقى كل شيء واضح. تمام. طيب تعالوا دلوقتي نخش على ابلكيشن التقديم. هتيجي حضرتك تضغط على كلمه قدم الان هنا عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. الابلكيشن هيفتح معاك بالشكل ده، هتلاقي حاجه اسمها ستارت نيو ابلكيشن هنا، وهتلاقي حاجه اسمها كرييت اكونت، وهنا لوجن. فبيقول لك لو انت مستخدم جديد لسه لاول مره تفتح الابلكيشن، فلازم تروح تعمل كريت اكونت، لازم الاول تنشئ اكونت على موقع المنحه وبعد كده تخش تكمل الابلكيشن ده. تمام. فاحنا هنروح نعمل كريت اكونت، هنضغط عليها، هتلاقي ان مطلوب منك هنا بعض الاسئله، تحط الايميل بتاعك، اسمك، اسم العائله، تحط تاريخ ميلادك، وبعد كده بتضغط على كلمه كونتينيو. لما بتضغط على كلمه كونتينيو بتوصلك رساله على الايميل بتاعك، الرساله دي بتحتوي على زي بين كود كده، وبتحتوي على اكتيفيشن لينك. بتضغط على الاكتيفيشن لينك ده وبتكتب البين كود، وبعد كده بيظهر لك نافذه تعمل فيها باسورد ليك، تعمل كرييت للباسورد، وبعد كده بتاخد الايميل اللي انت كتبته، الايميل بتاعك الشخصي، وبتاخد الباسورد اللي انت عملته، وبترجع تعمل لوجن بقى للابلكيشن. بتيجي عند الجزئيه دي وبتضغط على كلمه لوجن عشان تدخل لابلكيشن التقديم. تمام. فانا اوريدي عندي ايميل وباسورد، فاضغط على كلمه لوجن عشان ادخل لابلكيشن التقديم. هيظهر لي الابلكيشن بالشكل ده. طبعا انا اوريدي عملت كرييت للابلكيشن قبل كده، ولكن انت كمستخدم جديد يعني لسه فتحت الابلكيشن دلوقتي، تروح تضغط على ستارت نيو ابلكيشن عشان تدخل على الابلكيشن، لكن انا هدخل من هنا لانه اوريدي انا عندي واحد دلوقتي. تمام. فاضغط على دي، بيقول لي اوبن ابلكيشن بتاعي، انك كان هعدل في الابلكيشن يعني. تمام. طيب الابلكيشن مطلوب فيه عده سيكشنز. تمام. لازم تجاوب بقى على اسئله كل سيكشن. اول حاجه بيقول لك ريد ذس فيرست، يعني اقرا دي اولا. بيقول لك الابلكيشن اي دي بتاعك، ده رقم الاي دي بتاعك. بيديك هنا نبذه عن الديدلاين لكل كليه. تمام. يعني الكليات نفسها، تمام، غير المنحه. المنحه 14 اكتوبر. وهنا يعني بيديك نبذات كده، وهنا 14 اكتوبر محددينها فوق اللي هو يوم الاربعاء. وانت بقى بتقرا الحاجات دي يعني ايه زي قواعد كده. بعد كده تاني حاجه بقى اللي هي بدايه الاجابه بقى على الابلكيشن، اللي هو البيرسونال باك جراوند، الخلفيه الشخصيه بتاعتك او المعلومات الشخصيه بتاعتك. فبيقول لك اول حاجه تتكلم بقى عن نفسك، اسمك بشكل كامل، تتكلم عن الجندر بتاعك، تتكلم عن عنوانك، مكان الاقامه الحالي والدوله والمدينه والشارع اللي انت موجود فيه، تتكلم عن التليفون، تحط رقم الموبايل بتاعك، تحط الجندر، تاريخ الميلاد، دولة الميلاد ومدينة الميلاد، تحط الجنسية بتاعتك تكتبها هنا. وبعد لما بتخلص الجزئية دي بتضغط على كلمة continue، بتخش على الجزئية اللي بعدها اللي هي supplemental background. تمام. في supplemental background هتلاقي ان هم طالبين في الجزئية دي معلومات عن العائلة بتاعتك، زي ما يظهر قدام دلوقتي. هتلاقي هنا بيقول لك اتكلم عن العائلة بتاعتك،
الوالد اسم الوالد ويعني اسم الأم وكم عدد الإخوة وما إلى ذلك. وهتلاقي هنا بيكلمك عن التمويل الفاندز بتاعك. بالنسبة للتمويل في آخر مرحلة دراسية أنت درستها كان إيه؟ يعني مين اللي كان بيمول الدراسة بتاعتك؟ هل أنت كنت أخد منحة سابقة في المرحلة الأخيرة بتاعتك من الدراسة، البكالوريوس مثلا؟ هل كنت بتشتغل بجانب الدراسة؟ مثلا كنت بتشتغل وكان اهلك مثلا بيعينوك في مصاريف الدراسه؟ يعني تحاول توضح كل الاشياء دي هنا. بالنسبه للاهل كانوا بيعينوك مثلا بنسبه كام في الميه من رسوم الدراسه كلها؟ في منحه مثلا، في شغل كان بيعينك بنسبه كام؟ كل ده تحطه هنا، تمام كده. وهنا تتكلم عن اللغات اللي انت بتعرفها، اللغه العربيه، الانجليزيه، الفرنسيه، تحط كل اللغات اللي انت بتتكلمها. طيب هنا تالت حاجه هي الديجري بروجرام. ديجري بروجرام بالنسبة للدرجة العلمية اللي انت عايز تقدم ليها، انت عايز تقدم لكلية ايه؟ فهنا حضرتك هتيجي هتلاقي في الاخر كده اللي هو graduate degree program، الكلية اللي انا عايز اختارها. وهتلاقي هنا موجود عندك الماجستير والدكتوراه، تكتب بقى اسم التخصص او الكلية اللي انت عايز تقدم ليها. فانا اخترت مثلا engineering، civil and environmental engineering، فتختارها تمام، وتضغط على كلمة applying دي، وبعد كده تضغط على كلمة continue عشان تخش للمرحلة اللي بعدها. في المرحله اللي بعدها هتلاقي حضرتك بقى عندك هنا الاكاديميكس، اكاديميك هيستوري، بالنسبه للخلفيه التعليميه السابقه بتاعتك. فبيقول لك تضيف المرحله السابقه بتاعتك وتكلم عنها. فانا مثلا هعمل اد انا اخترت مثلا كايرو يونيفرسيتي. فهنا مثلا لما تختار اسم الجامعه لازم تكتب بدات من امتى لحد امتى وهتخلص امتى الدراسه، لازم تكتب الليفل بتاعك في الدراسه، الجي بي اي، الميجور بتاعك، و هنا هتعمل ارفاق للترانسكريبت، تمام كده. وبتضغط على كلمه سيف، وبقى انت كده ذكرت الاكاديميك هيستوري او الباك جراوند بتاعتك، الخلفيه التعليميه بتاعتك، تمام. طيب في الجزء اللي بعده هي امبلويمنت، هنا خاصه بالورك اكسبيرينس، الخبره العمليه. يعني لو انت اشتغلت مثلا في عمل ما فول تايم او بارت تايم تذكر الموضوع ده، لو انت ما اشتغلتش خلاص بتسيب الجزئيه دي فاضيه. هنا بالنسبه للاكتيفيتيز، الانشطه بتاعتك اللي هي الاهتمامات بتاعتك، انت مهتم بايه، الرياضات اللي انت مهتم بيها، المجالات اللي انت مهتم بيها، تعمل اد اكتيفيتي وتحط الحاجات دي كلها. هنا بالنسبه للاوردز اللي هي للجوائز، الشهادات اللي انت خدتها، ايه الاشياء اللي انت حققتها في حياتك، فبتضيفها هنا برضو. وهنا حضرتك في الجزء ده اللي هو التست سكورز، بالنسبه لجزئيه التست سكورز اللي هي لمجموعه امتحانات، يعني زي مثلا انت معاك شهاده الجي ار اي، معاك الايلتس، معاك السات، معاك التويفل، لو معاك اي حاجه من دول بتضيفهم، لو مش معاك خلاص بتسيب الجزئيه دي فاضيه. ولكن طبعا ما تسيبش الجزئيه دي فاضيه في حاله، يعني الجزئيه دي تسيبها فاضيه لو انت عندك اعفاء من اللغه الانجليزيه، درست مرحله سابقه باللغه الانجليزيه. انما لو ما عندكش شهاده تثبت انك درست مرحله سابقه باللغه الانجليزيه، لازم يكون معاك شهاده من الشهادات دي على الاقل، تمام كده، عشان يبقى الموضوع واضح. طيب وهنا الرسم اللي هو السي في بتاعك، بتحط السي في هنا، بتعمل اتاتش للسي في، تشوز فايل، تمام، وبتعمل ابلود. وهنا الريكومنديشنز اللي هي التوصيات الاونلاين، بتيجي هنا في الجزء ده وبتعمل اد ريكومندر، وهو طبعا بيوصله الريكومندر ده، بيوصله رساله على الايميل، وفيها بعض الاسئله لازم هو يجاوب عليها. وهنا الشورت انسر اند اساي اللي هي المقالات وبعض الاجابات القصيره اللي تجاوب عليها. فالخانه دي او السكشن ده مهم جدا، لانه بيتضمن انت ليه عايز تقدم للمنحه. يعني مثلا على سبيل المثال السؤال الاول هنا، انت ليه عايز تقدم للمنحه دي، وايه طموحاتك المستقبليه لما تتخرج مثلا لو اتقبلت. فلازم تجاوب على الاسئله دي كلها عشان المنحه تقدر تشوف انت مدى احتياجك للمنحه، وازاي ممكن تقدر تفيدهم، وازاي انت مثلا انسان طموح، يعني الرغبات بتاعتك من الانضمام للمنحه دي. طيب وهنا في الجزء ده هتلاقي additional information اللي هي معلومات إضافية. في المعلومات الإضافية هتلاقي مثلا بيقول لك هل أنت قدمت المنحة دي سابقا، بيسألك أسئلة بسيطة يعني، تمام كده. وهنا signature، في الجزء ده signature اللي هي الإمضاء بتاعتك، الإمضاء دي اللي هي بتدل بقى خلاص أنت بتكتب اسمك هنا في الجزء ده، إنك موافق على شروط المنحة المكتوبة هنا، وإنك موافق على إن كل الأشياء اللي كتبتها هنا في الجزئية دي هي صحيحة، تمام كده. طيب بعد لما بنخلص جزئيه السيجنتشر، بنخش بعد كده على جزئيه الريفيو اللي هي اخر شيء خالص، تمام. وفي الريفيو هنا كل الاشياء اللي انت كتبتها هنا بتظهر لك هنا مره اخرى، تمام. ولكن انا ما بتظهرليش حاجه، كل الاشياء دي بيقول لي اللي انت يعني انا سايبها فاضيه، لان طبعا ما ملقتهاش. ولكن انت لما تملا كل الاشياء دي هيظهر لك كل الكتابه دي عشان تبص عليها مره اخرى، كل الاشياء اللي انت كتبتها هنا تبص عليها مره اخرى قبل انهاء التقديم.
وبعد كده هتلاقي يظهر لك في الاخر سبميت ابلكيشن، تضغط عليها ويبقى انت كده يعني كده قدمت للمنحة بنجاح. الابلكيشن طبعا سهل، ولكن في بعض الاشياء اللي لازم تهتم بيها زي المقالات، ازاي تتكلم عن الخلفية التعليمية بتاعتك، تحط كل حاجة مظبوطة، كل الاشياء دي لازم تحطها كويس عشان تضمن الابلكيشن بتاعك يطلع مظبوط. تمام كده. طيب نتكلم عن المنحة تاني بشكل سريع، نقول بس عن التمويل، انها رسوم الدراسة كاملة، تذاكر الطيران، سكن مجاني، راتب شهري، وجبات الطعام، مصاريف الكتب، التأمين الطبي، المساعدة في حضور المؤتمرات والندوات الدولية، يعني حاجة ممتازة جدا. فلو حابين تقدموا المنحة يا ريت، لأن آخر ميعاد 14 أكتوبر 2020. وإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.